السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله فيديو غنوريكم بعض الافكار اللي تقدروا تقدموهم الا كانت عندكم عراضه في الكوتي. بالنسبه للوصفات كيف ما غتشوفوا معايا ان شاء الله في الفيديو، اعتمدت على وصفات حلوين ومالحين في نفس الوقت باش هكذا كننوعوا. بطبيعه الحال الفيديو كان مقسم على يومين، حاولت النص درتو نهار قبل وخليت الفينيسيون وبعض الحوايج اللي ما غاديش يقدروا انهم يباتوا خليتهم حتى الغد لي، خصوصا بحال المملحات وهذا، وجدت الحشوات وجدت كل شيء، لي فيغين كذلك والحلويات كلهم وجدتهم، بقى ليا التزيين وبقى ليا المونتاج ديال الملح. اول حاله غادي نبداو به هو حاله اللوتوس. هنا استعملت البسكوي الباكيه الكبيره لان تقريبا احتاجيت 30 بسكويه، شديت وطحنته مزيان، عاد من بعد ضفت ليه واحد 85 غرام ديال الزبده وعاودت خلطت كلشي حتى تلبسوا لي دوك الحبيبات ديال البسكوي كاملين بالزبده. جيت خديت مول القطر ديالو درتو تقريبا 20 سنتيم باش يجيني الحاله يكون صغير او ميم طون يجي طالع، ما يكونش كبير وصغير. كنزل البسكوي اللي عندي في المول، كنحاول هكا نوزعه هو الاول بالتساوي، عاد ديك الساعه كنبسطو وديك الساعه غادي نضغط، سواء غادي تستعنوا بمعلقه كيف ما درت انا وكنتاكد انه كل السطح ديالو تسوى، اولا ديروا كاس وغادخل غطيتو دخلته للثلاجة. من بعد خديت 230 ml ديال الكريمه، استعملت انا هذه ديال ميغل، خفقتها، يحاولوا هنا يطلعوها ميمونتي ما تطلعوهاش بزاف. من بعد خديت الجبن، انا هنايا كنخدم بالجبن الراعي، تقدروا تخدموا اي جبن بغيتو، تقريبا 350 غرام ديال الجبن، خلطتو مزيان لان الجبن باش خدمت انا كان الغلط اللي درت ما جبدتوش قبل من الثلاجه، حاولوا تجبدوا قبل من الثلاجه، خلطتو مزيان حتى حصلت على واحد القوام كريمي. وزدت ليه 260 غرام من زبده ديال اللوتوس، انا خدمت هنايا بالقرعه الكبيره فيها 400 غرام، مهم الاحسن انكم تعبروا 260 غرام كي قلت لكم بالضبط ديال زبده اللوتوس. هنايا في هذا الفيديو ما حطيتش لكم الفيديو كيف ما خدمته، حاولت هكا الوصفه نجمعها لكم من الاول حتى الاخر حتى كنساليها، عاد كندوز الوصفه اخرى باش هكذا حتى الا بغيتو نتوما شي وصفه منهم يجيوكم ساهلين وواضحين، تبداو الوصفه حتى تسالي عاد كدوزوا لوحده اخرى. مهم من بعد خلطت الكل مزيان، انا الكريمه اللي استعملت هنايا حلوه، ونكاو نتوما استعملتوا كريمه مسوسه غادي تزيدوا ليها 75 غرام ديال السكر كلاصي. صافي من بعد ملي كيتخلط داك الجبن مزيان مع داك الكريمه ديال مع الزبده ديال اللوتوس، غادي نبدا نضيف هنايا الكريمه اللي خفقنا، نضيفها تدريجيا وغادي نخلط شويه بشويه. من بعد ما كينسجم الخليط كله مزيان غادي نجي هنايا، غادي باش تسهل عليكم الخدمه ناخذ بوش ندير فيه ديك الكريمه ونحاول ننزلها هكا في المول حتى ننزلها كامله، عاد ديك الساعه غادي نجي ناخذ سباتولا وغادي نقاد ليها الوجه ديالها، بحيث انني خصني ضروري نحصل على واحد السطح مستوي ونحاول انني نضغط باش ما يبقاش ليا الفراغ في الكريمه، باش هكذا ملي نجي نديمو ليها ما يبانوش ليا دوك الحفيرات ديال الكريمه. مهم غادي نستمر هنايا، من الاحسن الكريمه اكيد غتكون كي قلت لكم بارده، كريم شونتيي باش تطلع معايا، كريم فريش باش تطلع، خص ضروري انها تكون بارده، كنديروها قبل في الكونجيلاتور. مهم من بعد غادي نغطيها وغادي ندخلها للمجمد، هنايا خليتها ليله كامله. لي تشيز كيك ضروري يباتوا، ضروري يدخلوا يبقاو عندنا ليله كامله، هذا الغد ليه، عاد جيت كنزينها. اول حاجه كيف ما شفتوا درت هذاك الكارتون الدائري من تحت الكيك باش هكا كيسهل عليا نهزو، خديت زبده اللوتوس دوبتها، دوبوها في حمام مريم. هنايا انا جيت درت هكذا باش الا تخوات شي حاجه من الزبده نعاود نهزها ونستعملها. هنايا غير خصكم تكونوا خفاف
الزبده غتكون شويه دايبه سخونه، وعندنا هنايا الحلوه مجمده. انتم يعني فاش كنخويو عليها زبده اللوتوس دغيا كتجمد معانا، يعني هنايا خصنا نكونوا خفاف، يدينا تكون خفيفه صافي، وكندور حتى كتغطى ليا السطح كامل. حاولوا ما تستعملوش شي سباتول ولا شي حاجه باش تسرحوها، من الاحسن كي قلت لكم هكا. من بعد الشيء اللي بقى ليا كنجي كنديرو في شي بوش او لا بلاستيك، وكنحاول ندير هكا هاد الخطوط باش كيعطيني واحد الشكل زوين. البسكوي اللي بقى ليا زينت به، هنايا قلت نبدل شويه، انا شديت الفويتين هي اللي درت في الجوانب. بغيتو تاخدو غير البسكوي تهرمشوه شويه وديروه حتى هو تيجي زوين، ولكن انا قلت نخرج شويه من البسكوي بسكوي، داكشي علاش اختاريت الفويتين وعطى حتى داك الكروكون جا زوين. ولكن بطبيعه الحال هذه المرحله ما غادي نديرها حتى الوقت اللي غادي نبين نحطو. غادي ندوز للحاله الاوريو. خديت تقريبا 18 قطعه ديال البسكوي، طحنتها بالكريمه ديالها بكلشي، من بعد ضفت ليها كميه ديال الزبده تقريبا، نتوما عينكم ميزانكم غير هو ما تيحتاجش الزبده بزاف. غادي نجي نفس الطريقه حتى هو هنايا المول باش خدمت 20 سنتيم تقريبا القطر ديالو، نزلته في القالب اللي عندي، وغادي نحاول نسرح حتى تكون عندي كميه متساويه. عاد ديك الساعه بمعلقه غادي نجي نبسطو ونسرحو باش يعطيني باش يجي هكا طبقه متماسكه. من بعد غادي نغطيها، ضروري يتغطى ويدخل الثلاجة باش هذيك الزبده كتبرد، وكيجي هكا البسكوي شاد في راسو. على الاقل على الاقل خصكم تدخلوه واحد 10 دقائق تقريبا وتخرجوه، وضروري نغطيو التشيز كيك ديالنا باش هكا ما يشمش الريحه ديال الثلاجة. التشيز كيك كيحتاج ضروري جبن، عندي هنا 400 ديال الجبن يكون كريمي، نفس الشيء خدمت هنايا بالراعي. غادي نخلطو مزيان حيت هو كيكون شويه محبب، تيولي عندي هكا ليس كيف ما شفتو. من بعد خديت 200 غرام ديال الكريمه، غادي نحاول حتى هي نطلعها. دائما الكريمه هنايا غنطلعها ميمونطي حيت عندي الجبن شويه شاد في راسو. انا هنايا حتى ميمونطي ما طلعتهاش باش تنظيف هذا الجبن، كي قلت لكم انا ما خرجتوش قبل شاد في راسو. هكا ونبدا نخلط باش بالطراب الكهربائي باش يلاه يلاه شويه دير ليا داك الجبن يتحل شويه. صافي غادي نخلط مزيان، ضفت ليهم كذلك الفاني، وغادي نستمر في الخلط. من بعد غادي نجي ناخد قطع ديال البسكوي، كيبقى لكم الاختيار شحال ما بغيتو من قطعه، كنقطعها ونضيفها ونحرك الخليط. بالنسبه الى استعملتوا كريمه مسوسه يستحسن انكم تضيفوا لها نسلي، ضيفوا لها تقريبا واحد نصف علبه هكاك. من بعد ما خلطت الخليط مزيان جيت هنايا نزلته فوق البسكوي بنفس الطريقه، غادي نسرحو وغادي ندخلو للكونجيلاتور، من الاحسن يبقى ليله كامله. غادي نغطي اكيد وغادي نخليه الفينيسيون حتى الغد ليه ان شاء الله. دائما كناخذوا هذا الديسك هذا كنديروه تحت التشيز كيك باش كيسهل علينا الخدمه. وبنفس الطريقه غنجي هنايا ناخذ الكاناش. الكاناش استعملت فيها 100 غرام ديال الشوكولا، يكون من النوع الممتاز مع نفس الكميه ديال الكريمه، يعني 100 غرام شوكولات مع 100 غرام ديال الكريمه. درتهم فوق النار، سخنت الكريمه، من بعد فرغتها على الشوكولات وخليته حتى ذاب وخلطت مزيان. عاد جيت هنايا كنزين به بنفس الطريقه، غادي نخوي على السطح ديال التشيز كيك وغادي نحولها غير هكا وانا كندور حتى يتلبس ليا الوجه كامل. وغادي نجي ديك الساعه وغندير بالنسبه للخطوط هنايا سواء تغطيو الجناب كاملين اولا تقدروا هكا غير ديروا بحال شكل دميعات، كيجي حتى هو الشكل ديالو زوين. كيبقى لكم ديك الساعه الاختيار، ديروا بالمعلقه، ديروا بالبوش، اولا غطيوه كامل الا كنتو بيتو تبدلوا هكا الشكل ديال الديكور عندكم. بالنسبه للتزيين انا غادي نستعمل هنايا لاموس، خديت علبه ديال لاموس هذه الجاهزه، ضفت ليها 4 لتر ديال الحليب بارد وغادي نطلعها. اون فوا غادي تطلع مزيان غادي نحطها في الثلاجه واحد نص ساعه حتى تقبض في راسها، عاد غنجي نزين بها. خديت هنايا بوش وخديت هذا الراس هذا المسنن، وكنجي كندير به هاد الشكيلات هكا. دائما كنبدا من الجانب وانا عاد كندخل الوسط. انا كنفضل هاد لاموس على كريم شونتي في المذاق ديالها، كتجي هادي احسن، حتى فاش كتاكلوها ما تتقهمش وكيجي لوكو احسن. من بعد ما بين كل شكل درت ديال لاموس كنجي كندير قطع ديال الاوريو. انا هنايا تندير القطعه كامله،
لا لقيتو داك الاوريو الصغيور تيجي في المنظروف الشكل ديالو احسن بكثير. انا ما لقيتش صافي اعتمدت غير على هاد الكبار كي قلت لكم هو كيجي احسن. ما بغيتوش ديروا كاع هاد البيتزابي وهاد ديال الكريمه تقدروا ديروا غير اوريو تفردوه. دابا غادي ندوز للمهلبيه. خديتي طرود الحليب زدت ليه 150 غرام ديال السكر سنيده بطبيعه الحال وجوج ديال الفانيات و80 غرام ديال النشا. النشا من الاحسن انكم تغربلوها. غادي نخلط الكل مزيان على البارد تينسجموا ليا العناصر كاملين وما تحب ما تبقاش ديك النشا محببه. عاد غادي نديرها فوق النار وغادي نبقى نحرك حتى يعقد عندي الخليط. هاد المهلبيه صدقوني بهاد الطريقه كتجي غزاله وما تقولوش نهائيا المهلبيه. من بعد غادي نجي غادي ناخذ واحد الاناء من الاحسن يكون ديال الزاج غادي نفرغ فيه الخليط ديال المهلبيه اللي عندي وغادي نجي غادي نغطيه بالسلوفان بحيث ان داك البلاستيك غادي يلمس ليا السطح ديال المهلبيه باش ما تكونش ليا ديك القشره. الى خليناه ما لمس السطح تكون عندنا القشره ديال المهلبيه. غادي نخليوها على الاقل واحد ساعتين المهم حتى تبرد لينا تماما في الثلاجه. عاد ديك الساعه غادي نخرجوها غادي نخدموا بها. هانتوما كتماسك كتولي قابطه في راسها اكثر من شكل ديال الفلون. من بعد غادي نجيو ننزلوها في واحد الاناء وغادي ناخذوا الطراب الكهربائي نخلطوا اكيد بالطراب الكهربائي باش يسرع لينا هنا العمليه. غنستمروا في الخلط حتى نحصلوا على واحد الكريمه اللي هي تكون ملسه ما يكونوش فيها نهائيا دوك الحبيبات تولي عندنا واحد الكريم اللي هي ليس. من بعد غادي نجي ناخذ واحد 300 غرام ديال الكريمه. اكيد دائما كي كنقول لكم الكريمه خاص ضروري تكون بارده مزيان باش تسهل انها تطلع. من بعد غادي نخفقها تطلع مزيان وغادي نضيفها على ديك المهلبيه اللي عندي وغادي نخلط مزيان تنسجموا العناصر مع بعضياتهم ونحصل على واحد الكريمه. هانتوما شفتوا الشكل ديال الكريمه كي كيجي كتجي رائعه جدا جدا. نقدر نقول لكم هاد الكريمه احسن وحده استعملت في ليفيرين. انا غندير بزاف ديال الاذواق. اول ذوق غادي ندير هو ديال التيراميسو. خديت بسكوي طحنته وكنزل في الكاس تقريبا واحد الكميه ديال جوج معالق صغار على حساب القياس ديال ليفيرين اللي عندكم نتوما على حساب القياس ديال الكاس. هنايا انا البسكوي باش كنخدم طوستاده. من بعد جيت خديت القهوه تقدروا ديروا غير قهوه سريعه الذوبان مع الماء سخون. انا هنايا درت قهوه قطرتها بلا ماشين باش كتعطي لوغو احسن بكثير ديال الكابسول صافي. وكنجي كنبدا كنسقي بها داك البسكوي كيجي لوغو ديالو مغزال. هاد لي فيغين هادو المفضلين عندي هما هادو ديال لوغو ديال تيراميسو. من بعد غادي نجي الكريمه اللي صيبت غادي ننزلها في البوش وغادي ندير منها واحد الطبقه. نجي عاوتاني نعاود نكرر نفس العمليه ندير البسكوي وندير القهوه وندير عاوتاني اخر تبقى هي الكريمه. ودائما الكريمه كنبدا من الجناب عاد الوسط. واحد القضيه بيتو ديروا بسكوي ديروه بيتي ديروا داك البسكوي ديال لي بودوار الخاص بالتيراميسو ديروه كيبقى لكم الاختيار. يعني ماشي بالضروره ديروا البسكوي ديال الخاص بالتيراميسو اولا البسكوي هذا. الشكل الثاني اللي غنستعمل ديال لي فيغين غنديروا بلي فخوي غوج. واحد درتو بالفريز وواحد درتو بالميختيل. غنديروا ونضيف ليه واحد الكميه ديال السكر وغادي نديروا تيطيب يولي ثقيل لان ما غنستعملش الجيلاتين. انتم كتشوفوا القوام ديالو ثقيل كيجي احسن. صافي درت الكريمه ديريكت في الكاس ومن الفوق كنجي كندير سواء كي قلت لكم دايره انا الفريز اولا دايره الميختيل. غير انا كنفضل انني نخلي الفخوي كما هو يعني كيطيب مزيان مع السكر. السكر على حساب واش الفخوي عندكم حامض او حلو وكنخليه حتى كيطيب مزيان وكنمعس غير بالفرشيط ما كنطحنوش. نتوما بغيتو تطحنوا وتصفيو طحنوا وصفيو كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل هكا كيبقاو دوك الطريفات سورتو في الميختيل كيبقاو دوك الطريفات كيجي المنظر ديالهم زوين وكيبان ديالاش هادوك لي فيغين باش معمرين. ها نتوما نفس الشيء بالنسبه كنديروا حتى الميختيل كيكون القوام ديالهم ثقيل كيجيو احسن ومنها نستغناو شويه على لي فيغين
اعتذر كنستغناو نهائيا على الجيلاتين، راه كيف ما شفتوا لك الكريمه درنا فيها الجيلاتين، ولا كذلك حتى باش زينا ما استعملناش نهائيا الجيلاتين. بالنسبه لي فيغين غادي نقول لكم من الاحسن انكم ديروهم ليله قبل، فاش كنديروا الكريمه كندخلوها للثلاجه حتى كتبرد، وعاد كنجيو كنضيفوا ليها الاذواق اللي درنا، ونفس الشيء تزين تنهار بنهارو. هنا هذا الشيء كل شيء دابا درتو ليله قبل. الطوق الثالث درت نص ديال الكريمه وجيت خويت الكاناش، الطبقه ديال الكاناش نفس الكاناش اللي استعملت لي شاطلي في الاوريو هو باش خدمت هنايا. وهنا في هذه المرحله غادي ندخلهم للثلاجه حتى تشد عندي ديك الطبقه مزيان ديال الكاناش اللي درت، عاد ديك الساعه غادي نكملها في التزيين. غادي ندوزو دابا للذوق ديال التيراميسو. نجي ناخذ هنا الكاكاو، كاكاو اكيد نوعيه جيده، داك اللي كيكون اللون ديالو بني فاتح راه تيبان لكم مره مره، حيت غير مع الاضاءه ما تيبانش مزيان، وكنحاولها كندردرو على السطح ديال الفيغين. يستحسن انكم ديروا هكا شي طبسيل من التحت باش هذاك الكاكاو اللي كيطيح لينا في الجنب ما نضيعوش، نعاودو نخدمو به. صافي ملي كتماسك ليا الطبقه ديال الكناش اللي ديجا قلت لكم دخلنا للثلاجه، كنجي كندير الطبقه الثانيه ديال الكريمه. صافي وغادي ديك الساعه تزين حتى الغد ليه. هاد المرحله دابا هادي اللي كنوريكم دابا هادي الغد ليه، ملي غادي نبين نقدمهم راهم باتوا في الثلاجه. الذوق ديال الميختيل خديت هاد الكريات هادو، هما نقسم لكم واحده باش تشوفوا الشكل ديالها كي كتكون من الداخل، كتكون بحال شكل ديال كوفخيت، كتجي زوينه واللون ديالها كيتماشى مع اللون ديال الميختيل، اختاريت انني نزين بها. بالنسبه للذوق الثاني اللي هو ديال الفرومبواز درت هاد الكريات هادو، جايين في اللون الوردي حتى هما جا الشكل ديالهم متواتي. هنايا تقدروا تاخذوا سوا بونبون اللي كيكون على شكل الفرومبواز ديرو، اولا ديرو نيت الفرومبواز براسو، انا كان عندي كونجلي وعرفتو هو فاش كيكون كونجلي ملي كيدوب كيولي الشكل ديالو ما زوينش. الشكل الاخر ديال التيراميسو عندي هاد الدونتيل هذا ديال الشوكولا، شوكولا اولي هو اللي اختاريت نزين به، صراحه كيجي الشكل ديالو زويون، وراه متوفر في السوق بعده الوان، كاين في الصفار كاين في الغوص في الوان مختلفه، وكيجي صراحه في التزيين كيجي الشكل ديالو زوين سواء في الكيك اولا في لي فيغين اولا في اي حاجه. الذوق الرابع اللي هو ديال الكناش اختاريت هنايا نزين بميلكا كراميل باش شويه يكون لوغو مختلف، كناخذ واحد القطعه كنتكها هكا في الفيغين، وكنجي كناخذ اللوز مهرمش محمر كندردرو من الفوق، وكنعاود ناكد ان التزيين حتى النهار بنهارو. دابا غادي نجي نصايب دي كاب كيك مالحين كيجيو ولداد. اول حاجه عندي بصله مشلطه محمره، واحد دانون طبيعي، ثلاثه البيضات، عندي موتزاريلا، جبن، زيتون مقطع. هنايا الكميه على حسب على حسب اللي بغيتو، ولكن اقل حاجه ممكن ديروها هي 100 غرام. عندي دانت فيمي، عندي الطون، عندي ملحه، بزار، جوج خمارات حمرين، نص كاس ديال الزيت، واعشاب منسمه. هنايا الزيت الزيت البلديه، تقدروا ديروا ميلونج ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه، كيبقى لكم الاختيار. والدقيق عندي 250 غرام، مهم ما بين 230 حتى 250، كيبقى دائما على حسب الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي لا. غادي نجي هنايا غادي نخلط داك البيض مزيان حتى يتحل هكا البيض مزيان، من بعد غادي نجي غادي نضيف الملح والبزار. الملحه تقريبا واحد نص معلقه صغيره اعتذر ديال الملح، وغادي نجي نضيف داك الياغورت الطبيعي الوزن ديالو 110 غرام. غنخلط الخليط مزيان، من بعد غادي نبدا نضيف الزيت، ما غاديش نضيفو دفعه واحده، شويه بشويه، وانا كنخلط. هنايا تستعملوا غير الطرب اليدوي احسن. غادي نضيف هنايا اعشاب منسمه، ما عندكمش بيتو ديروا الزعتر بوحدو ديروه، بيتو ديروا الحبق، المهم اللي توفر. اقل حاجه ممكن ديروها هي الزعتر. دقيق بطبيعه الحال مغربل، ضفت ليه هنايا كيف ما كتشوفوا الخمارات، وغادي نجي غادي نضيف ليه النواشف باش منها فاش نستعملوا هكا الكاب كيك، فاش نفرغوا الخليط في الكاب كيك ما ينزلش لينا الحشوه لتحت.
ضفت الاجبان وضفت دانت فيمي. ما توفرش دانت فيمي بيتي ديروا الكاشير راه ممكن، ولكن الذوق ديال دانت فيمي كيجي احسن. كنخلطهم مزيان باش كنتاكد ان الحبات كلهم تلبسوا بالدقيق. من بعد كنجي نضيف المواد الاخرى اللي بقات، كنضيفها للخليط. ضفت الزيتون مقطع، ضفت البصله، ضفت الطون، وانا كنخلط. انا كنفضل الكاب كيك. انا صراحه هنايا درت اكثر من 100 غرام، لان كان بين تجي ديك الحشوه غالبه على الدقيق. وكنقول لكم كنعاود ناكد اقل حاجه ممكن ديروها هي 100 غرام، في خصوصا بالنسبه للطون غديروا علبه. انا درت كما كتشوفوا اكثر. بالنسبه سواء لدان فيمي او للكاشير غديروا 100 غرام. المهم ضفت الخليط ديال الدقيق، وهذا انتم شفتوا الخليط راه ما تيجيناش نهائيا بحال الكيك، راه تيجي شويه ثقيل، ثقيل بزاف كاع ماشي حتى شويه. كنجي كنبدا نعمر لي كاب كيك. بالنسبه للتعمار هنايا راه كتعمروا حتى الفوق، واخا عندنا جوج خمارات مع ذلك راه مع تيكون الخليط شويه ثقيل راه ما تيتنفخوش بزاف. يعني الا درتو عمرتو غير الربع او النصف راه كيبقى الكاب كيك ديالكم خاوي. يستحسن انكم غادي تعمروه. انا هنا نحاول نقرب لكم باش تشوفوا. هنخليها واحد 10 دقائق جانبا باش تخمر، باش تعطينا لا فورم زوينه في الفران. من بعد غندخلها للفران طيب بحال الكاب كيك 180 درجه. بالنسبه للتزيين انا اختاريت هنايا باش نزين بجبلي، خديت واحد العلبه ديال الجبلي وكنضيف ليها هكا الهريسه. اي حاجه بغيتو تضيفوا ضيفوها. انا الهريسه ضفتها هنايا فقط باش تعطيني داك اللون. كنبدا كنضيف وكنخلط حتى كنحصل على اللون اللي بغيت، كيكون واحد اللون برتقالي زوين باش شويه حتى في التزيين كيعطينا منظر احسن. ما بغيتوش ديروا الحار ما تاكلوش، تقدروا تضيفوا التحميره واخا صعيب انها تعطيكم شويه اللون. كيما تقدروا تخلوه هكا كبيض ماشي مشكل. طبيعة الحال انا هنايا كنضيف الهريسه وكندوق باش ما تكونش حاره بزاف. صافي اون فوا حصلت على اللون اللي بغيت هنايا غير مع الاضاءه ما تيبانش اللون مزيان. كي قلت لكم عطاتني واحد البرتقالي اللي هو زوين. جيت خديت البوش وخديت هذاك الراس المسنن وغادي نجي هكا كنبدا كنزين. صدقوني هاد الكريمه هذه كتجي غزاله بزاف وكتضيف واحد الاضافه اللي هي زوينه للكاب كيك. راكم عارفين الجبن اصلا شكون ما تياكلوش. من بعد كنجي كنزين هكا بالانصاف ديال الطوماط سوريس. زين تيبقى لكم الاختيار، نتوما تقدروا تزينوا باش ما بغيتوا. انا فضلت هكا ندير اللوينات باش يعطيو شويه الحياه لذاك الكاب كيك. تقدروا نتوما بيتو تقدموا غير هكا، تقدموا بتسوقوا بالزيتون الخضر بالربيع باش ما بغيتوا. من بعد خديت هكا الاعراش ديال السيبوليت وكنبدا كنقطعهم على الوجه الثاني ديال الكريمه باش هكا كي قلت لكم غير كتعطي دوك الالوان كيعطيو واحد الجماليه. ها نتوما كيف ما شفتوا صافي. وهنايا كيكونوا لي كاب كيك واجدين. عندي لي كيش، خديت هنايا بصله مشنفتها، ضفت ليها معلقه كبيره ديال الزبده وغادي نضيف ليها شويه ديال الملحه وغادي نخلط الكل ونغطي عليها تطيح عندي البصله شويه. هنايا ندير جوج حشوات. من بعد خديت كروفيت غريز نقيتو قطعتو طريفات صغار باش يسهل عليا في الحشوه انني نعمر به. وكنضيف العطريه، العطريه اللي خدمت بها هنايا ملحه بزار الزعتر مطحون فقط، ما درت حتى شي اضافه اخرى. صافي وكنخلط الكل مزيان، كنخلي هذاك الكروفيت حتى كيطيب. دابا غادي ندوز نوجد باغايا كيش. هنايا خديت واحد ثلاثه البيضات، ضفت ليهم شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال البصله بودره. تقدروا تضيفوا نتوما اي اضافه بغيتوا، انا غير مني مالح كنفضل انني نسمو بيتو. تضيفوا كذلك اعشاب منسمه ضيفوها، كيبقى لكم الاختيار. غادي نضيف راس ديال المعلقه ديال الخميره حمراء، غادي نضيف ليه واحد الكونتيتي ديال الفرماج حمر وكذلك الموتزاريلا. غادي نضيف كذلك الحليب، حليب تقريبا غنقول لكم واحد ربع كاس هكاك. وغادي نضيف الكريمه، كريمه تقريبا واحد نص كاس. غادي نجي غادي نخلط الخليط مزيان تينسجموا العناصر مع بعضياتهم. هاد لاباغايا كيش كتجي غزاله وهي اللي معتمده عندي في لي كيش كلهم. غادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال النشا،
وجربوا هاد لاباريا كي شرطوا عليا الخبر، كتجي غزاله غزاله زوينه بزاف. صافي غنخلط الكل وغادي نخليها جانبا. هنايا غادي ناخذ الحشوه الاولى اللي قلت لكم ديال الكروفيت، وخديت كذلك واحد الكميه ديال البصله شحرتها شويه الملح والبزار، هذيك غادي نديرها مع الطون. غادي نجي كاول مرحله غادي ننزل ديك الكونتيتي اللي عندي، نقسمها على اللي كيش اللي عندي. هذه الحشوه الاولى كي قلت لكم ديال الكروفيت. الحشوه الثانيه اللي عندي ديال الطون، غادي ننزل هو الاول البصله، نفرقها في لي فون ديال لي كيش، وعاد غادي نجي غادي ناخذ الطون وغادي نبدا نضيفو فوق البصله. بالنسبه للطون انا صراحه كناخذ هذيك العلبه الكبيره ديال كيلو شي حاجه، الطون اللي كنستعمل انا هو الطام احسن طون عندي. العلبه الكبيره كناخذها ب 115 درهم، كنحتفظ بها في هذه البواطه ديال الزاج، عمرها ما وقع لها شي حاجه، ما كيخسر ما حتى حاجه، كيبقى عندي اكثر من جوج الاسابيع ما تيخسرش نهائيا. ولكن كنحطو في داك المجر اللي تيكون خاص باللحوم والدواجن، تما فين كنديرو كيبقى عندي مده طويله ما تيخسرش نهائيا. وكيف ما وريتكم راه كيكونوا الطريفات كبار. بالنسبه للطون هذا ماشي اشار ما والو، ولكن غير باش نطرق لكم لهذه الفكره، انا كيجيني احسن واحد هو ديال الطام. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر لي كيش اللي عندي كاملين، وعاد غادي نجي غادي نبدا ناخد ديك لاباغايا كيش وغادي نبدا نفرغها في دوك القوالب، غنضيف شويه بشويه باش نحاول ان الحشوه ما تخواش، لان ديك لاباغايا الا تخوات كتخلي الكيش كيلصقوا لينا في الطاوه من بعد ما تيطيبوا. اكيد ندخلهم للفران اللي مسخن من قبل. ندوزو للمملحة الأخرى اللي غنصايب. هنايا عندي خبز الشاورما، يستحسن أنكم تستعملوا خبز التاكوس، أنا اللي توفر عندي قضيت به. كنقطعو دوائر، القياس كتختاروا نتوما القطع اللي بغيتو، القياس اللي بغيتو، نتوما حرين. أنا بحكم أن الخبز ديال الشاورما كيكون رقيق، فكل وحدة غادي نخليهم هكا مضوبلين، وباش كنلصق وحده مع الاخرى كندير شويه ديال المايونيز فقط، غير حيت بغيت نلصقهم، لان كيكون الخبز رقيق بزاف. بطبيعه الحال الا استعملتو خبز الطاكوس راه ما تحتاجوش لهاد المرحله نهائيا. من بعد ما كنكمل الكونتيتي اللي عندي كامله، كنجي هنايا للصوص، غنختار صوص الجيريان. لا مارك باش كنخدم انا في لي صوص كاملين هي هاد نو هيلز، انا بالنسبه لي احسن ماركه، ومن بعدها كتجي مامز. هاد الجوج من غيرهم ما كيعجبنيش شي زعما شي شركه اخرى من غير كازينو عندها حتى هي لي صوص زوينين. انا عارفه الضياف اللي جايين عندي كيبغيو الحار، داكشي علاش استعملت الجيريان. سينون تقدروا تستعملوا تشيزي حتى هي تجي زوينه، اولا ديال البرجر صوص برجر حتى هي كتجي زوينه. غنجي من بعد غادي ندير قطع ديال الخس، نحاول هكا كاع الكونتيتي اللي عندي نزل فيها الخس. من بعد غادي نجي ناخذ الفرماج ديال الساندويش، وغادي نحاول كيف ما كتشوفوا كنقسمو على جوج، وكل دائره كنحط فوقها نصف ديال الجبن. انا كندير واحد الحاجه حتى كنساليها، ملي كندير مثلا الخس حتى كنديروا القطع كاملين وهي غاديه. هنايا بالنسبه للحشوه اختاريت انني ندير هاد لي سكالوب باني، هادو البنات كنصايبهم كيكونوا عندي في الكونجيلاتور، نهار كنحتاجهم كنجبدهم، زوينين. الا بغيتو نتقاسم معكم الطريقه ديال الحويجات اللي كندير بحال هكا في الكونجيلاتور، كيكونوا واجدين عندي صراحه تيسهلوا عليك الخدمه، زوينين بزاف. المهم كنحط القطع كي قلت لكم ديال الدجاج. من بعد كنجي كناخذ الخبز ديالي كنسدو بهاد المقيبطات الصغيورين، انا اختاريت هنايا اللون الذهبي حيت هو التيم باش خدامه فهاد الطبله اليوم. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكونتيتي اللي عندي كامله، وصراحه كيجي الشكل ديالها زوين، وسورتو كيبان لي كلشي شنو فيها، باين الجبن باين القطع ديال الدجاج باين كلشي، وحتى المذاق كتجي غزاله. وهنايا الطبيله ديالنا هي وجدات، هما لي كيش هادو درت فيهم شويه ديال الكيتشوب وقطع ديال الزيتون، والاخرين هادو ديال الطون درت ليهم شويه ديال الفرماج من الفوق. صايبت كذلك البيتزا، بيتزا ميني بيتزا ديما تنتقاسم معكم، ما بارطاجيتش معكم هاد الخطره الطريقه. هذا تشيز كيك الاوريو، لي تشيز كيك كيجيو غزالين البنات غير جربوهم. كاب كيك الملح كذلك، ها هو شفتوا الشكل ديالو. اللوتوس
جاب بنين 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 بزاف، سورتو ان انا لي تشيز كيك كنغلب الجبن باش كيجي له كو زوين. درت هكا واحد البلا ديال الشاركوتري، درت فيه فخوماج البغي كيعجبني مع العسل، درت هنايا الفخوماج فومي، درت سوا هذاك اللي فيه الحر واللي ناتور، درت الكودا بالكامون، درت البسكوي ديال التوك، درت لي فخوي، درت فخوي دراغون، اناناس، المانغ، العنب، الكيوي، درت الشوكولات، درت هذوك العصيات ديال البسكوي. المهم واحد البلاطو مخلط شاركوتري، وهادو هما المملحات اللي شفتو لي درنا بالسكالوب باني. المهم كانت الطبيله كي قلت لكم حاولت ننوع ما بين الملح والحلو. بالنسبه للعصير نسيت ما صورت لكمش، درت ليهم الموخيتو وعصير ديال الليمون وليفيرين، كانوا هما اخر حاجه حتى كلينا وضحكنا وجمعنا، عاد كانت اخر بلا حطيت هو ليفيرين. كانت هذه هي الطبيله ديال اليوم، اولا هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى انه ينال الاستحسان ديالكم. حاولت نتقاسم معكم كل شيء، واخا كان الفيديو شويه صعيب في التصوير. يلا هنا نقول لكم السلام عليكم.